رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد رئيس المعهد الدولي للسلام تيري رودرسن، السادة ممثلو الدول الأعضاء، السادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، السيدات والسادة، إنه لشرف عظيم لي ولمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية أن أكون بينكم اليوم، وأن هذا اللقاء اليوم هو ثمرة صدقنا جميعا وإرادتنا جميعا في التعاون البناء، وقد جسد ذلك فريق عملنا وفريق المعهد الدولي للسلام وفريق الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأني متأكد أنه يمكننا أن نطور هذا التعاون الثلاثي والعمل التفاعلي المشترك ليصبح متعددا وتختص بأنشطته مؤسسات حكومية ومدنية مختلفة، وذلك من أجل تنمية ثقافة السلام وتكريس حوار دائم مستمر خاص بها، وهو النهج الذي يسير عليه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر بالصباح حفظه الله أمير دولة الكويت. إن هذا المنتدى الرفيع حول ثقافة السلام الذي موضوعه تحديدا تطوير ثقافة السلام ودعمها له يتنزل في جوار برامج عمل مؤسستنا، فنحن منذ حوالي 3 عقود من الزمن كرسنا جهودنا وأنشطتنا لموضوعين متصلين هما: أولا الحوار بين الثقافات على أساس التفاهم والاحترام والعدل، وتنمية ثقافة السلام وفق برامج عمل واضحة وآليات عمل ننتهي بها إلى حلول عملية تحقق الهدف الأسمى، وهو جعل السلام مستداما بين الشعوب. السيدات والسادة، إني أعتقد جازما إن التفكير السليم حول السلام يبنى على قواعد من أهمها: أولا أن السلام يقوم على الاحترام المتبادل والعدل، وأكرر والعدل. ثانيا أن الأصل في السلام هو إجماعنا حوله. ثالثا أنه ضرورة وحاجة تاريخية. رابعا أنه مسار متواصل يجب أن لا ننقطع عنه. خامسا أن السلام يقوم على التربية والتعليم. هذه القاعدة الأخيرة هي جوهر كل مخططات عملنا مع شركائنا، وأذكر على وجه الخصوص المعهد الدولي للسلام الذي وضعنا معه برنامج عدل، برنامج عمل تتخلله أنشطة متنوعة في مختلف بلدان العالم يمتد إلى سنة 2020. فمما لا شك فيه أننا جميعا نسعى إلى تحصين الوجود وحماية الإنسانية وقيمها النبيلة وفضائلها، وتنظيم علاقاتها على أساس الحب والتفاهم والتسامح، وإن غايتنا هي جعل السلام ومفرداته والقيم التي ترتبط به مثل الاحترام والتسامح والصدق والتآزر والإيثار والعدالة والواجب والحرية والإنصاف داخل في سلوكنا اليومي وعاداتنا ونمط حياتنا، لنجعل من ثقافتنا دالة على السلام ومدلولا من مدلولاته. فثقافة السلام تجعل منا كائنات للسلام، وهذا ما تحتاجه الإنسانية. السيدات والسادة، إنها لحظة تاريخية هامة أن نفكر سويا في آلات عمل وبرامج نجتمع حولها وننفذها كل حسب إمكانياته،
وأننا لا محالة سنواجه عقبات ومشاكل، والمهم أن نحقق نتائج إيجابية، فمبادراتنا مبنية على صدقنا وإرادتنا هي أساس الفعل من أجل السلام. إن السلام حق للبشرية جمعاء، بل هو الحق الجامع لكل حقوق الإنسان، ومن أراد معرفة هذا الحق الجامع أي السلام فهو لن يعرفه برجاله وأهله، فهؤلاء يدلون عليه، بل الأجدى أن يعرف السلام بذاته وأن يعرف بتعلمه، لأن تعلمه يمكننا من تجسيده في الحياة في كل نفس منا وفي كل كلمة وفي كل سلوك وحتى في التفكير وقضايا. السيد رئيس الجمعية العامة السيد بيتر تومسون، السيد رئيس المعهد الدولي للسلام تيري رودلاسن، السادة الحضور، إننا جميعا في الأصل كائنات سلام ومحبة، وأني ألتزم أمامكم جميعا بأن أبذل عن طريق المؤسسة وبالتعاون مع كل شركائنا وأهل الخير ما في وسعي من أجل دعم السلام، وهذا جوهر المشروع الذي سأعرضه مساء هذا اليوم في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.